يسلموا لمنشوش ورشمة سوسان. هذا المثل المطلوب انه نعرف شو المثل هذا. واول رد بيصلنا مثل العادة هو بيكون بيربح، او اول ردين بالاحرى من داخل القطر ومن خارج القطر. شكرا سوسان، يعطيك العافية. هيك مو مثل احمد رافع. الو، تحيات. شكرا كثير لهذه التحيات من الكويت. يا عيني. نعم الو. الو، مساء الخير. هلا يا قلبي. كيفك استاذ دريد؟ هلا. معك وائل حداد من الاردن، عمان. اهلا يا عيني، كيف الحال؟ الله يخليك. الله يخليك، كل ما بتكبر بتحلو. تسلم يا قلبي، يخلي لي اياك. يخلي اردن النشامه. الله يسعدك. يخلي لي اياك. انت حبيب الكل وكل القاعدين برضه حبايبنا كليتهم. تسلم يا عيوني. الله يخليك. والف شكر على هالبرنامج الحلو الكثير. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. يعطيك الف عافيه. شكرا يا قلبي. اوكي. تحياتنا لكل اشقائنا هنيك. الله يعافيك. يخليك يا عمري. وتحيات جت من الكويت. سلام من وائل حداد لسياده الرئيس حافظ الاسد والشعب السوري الحبيب. الله يخليك يا قلبي. الله يخليك. ممنونه. الله يخليك. وصل بقلوبنا. تسلم. من وصل من الكويت من المشتاق لكم ولسوريا محمد الفارس، ومبروك لسوريا الاسد والف شكر من طرطوس محمد حلمي الشامي، وايضا من السيد عبد الهادي ومحمد طارق نحاس من حلب، وايضا مطعم البرج السياحي ما تعتبروا دعايه، ما حقول وين. وبعدين في فاكس جاي من نيجيريا، من افريقيا، من غرب افريقيا، من مدينه كادونا، عم بيقول ابارك لقائدنا الرئيس حافظ الاسد، وابارك لكم ونبارك لانفسنا نحن المغتربين في انحاء العالم بالقضاء الفضائيه السوريه التي قربت المسافات الشاسعه التي تفصلنا عن وطننا الحبيب سوريا. شكرا كثير يا اخ حسان العظم لك ولكل الجاليه السوريه في نيجيريا على الفاكس الرقيق. والحقيقه في تحيات ايضا وصلت من السيد معالي السيد محمد علي. هذا الفاكس تبعنا ناقصه حبر. ها سيد، المهم السيد محمد علي الكنية مش لحويان من عمان. شكرا كثير. عم يقول ارجو ابلاغ سلامي وتحياتي الى شعب سوريا العزيز. ووصل اول فاكس وصل حول المثل، هو من السيد لؤي محمد دقماء، بيقول العين ما بتعلى على الحاجب. وصحيح وصل هواتف كثير حول هذا الموضوع، لكن اول هاتف وصل من سيد عاصم عويس. في ناس كمان كثير بعثوا، حنقرا اسمائهم بس لحتى نتبارك فيهم. مازن احمد وجورج قاروط وعدنان محمود احمد وروضه الجزائري وسوسن جوريه وعبد الله خليل. شكرا على كل حال. شكرا لاهتمام. عقاب او عقاب الجوارح. عقاب عقاب. اهلا يا عقاب الجوارح. صحيح هو يعني اسمه بالعقاب، لكن فعلا الاخ عارف فنان موهوب مثقف وصاحب اخلاق عاليه لدرجه انه وهيك مثل شايفينه لطيف لدرجه ما بتفتكره فنان ابدا يعني. طويل. والحقيقه بدي ذكرت نكتب هالموضوع في وحده فاتت على انفحصت عند الدكتور. لما طلعت من عند الدكتور قالت لها للممرضه تبعه، قالت لها لك دخيلك، يعني على اساس شيء بالشيء يذكر. قالت لها لك دخيلك، هذا اكيد اللي فحصني دكتور. قالت لها طبعا هذا احسن دكتور بالجهاز الهضمي. قالت له والله ما لي شايفته دكتور. قالت له ليش، شو عرفك ما شفتيه دكتور؟ قالت له لانه وعدني خمسه استقبلني خمسه وقعد معي شي ساعه يفحصني ويحكي معي وبعدين كاتب لي راشيتها مقريه. بقى شلون دكتور هذا؟ المهم هذا الحقيقه فعلا هيك عارف. لك يا عمي عم نقول عنك مهذب وادمي. وطي شوي ما تجرسنا، وط شوي وط شوي بلا ما حدا يحس. زين زين شوي هيك. كويس. عارف رح يقدم لنا مثل موجه للجمهور، وعم نستنى ردودكم على اجوبتكم على هالمثل بعد الفقره الغنائيه. تفضل قرب شوي لهون وقول له اي بكفي. يلا خليك معه خليك معه. للكاميرا. اي للكاميرا. لواحد. اي لواحد.
يسلمون المثل واضح انه صعب كثير يعني لانه نحن الحقيقه حبينا تكون الامثال كلها سهله لانه الحقيقه الليله ضاويه وجودكم وليله يسر. وهلا بدي ارجع اترك لعلي عم بحبح بالحكي ومتهيئ لي ما في لي رجعه على البيت، لكن صارت وصارت ما عادش اقدر اتراجع. وعوده ايضا مجددا لعزة الاموره واللطيفه. تسلم. يا قاتلي بالهجر كيف قتلتني؟ قل لي بربك ماذا أنا فاعل؟ والمطربة الفنانة ميادة بثلي.
الله.